السلام عليكم الاخوات. ان شاء الله كنشارك معكم الطريقه ديالي اللي كنوجد بها الذره المعلبه، الذره اللي كنديروها في لي سالاد ديال الروز او اي انواع ديال لي سالاد. هذا وقت ديال الذره كناخذها بطبيعه الحال تكون جديده وتكون ديك طريه، ما تكونش ديك القاصحه. اذا كنتو الاخوات غادي تشريوها جربوها بالفرد ديالكم، حاولوا تبركوا عليها مزيان. الا لقيتوا هذيك الذره اللي قاصحه راه ما غاديش تجيكم زوينه، خذوا داك الذره اللي تنقولوا بحال لا ديال الحليب، مازال جديده دغيا كطيب لينا ودغيا كتولي لينا بحال ديال المعلبه. اما الا خديتوا ديك الذره اللي كتكون شويه قاصحه مي يلا كتفركوها كتفرتوها كتحسوا بها قاصحه، راه هذيك ما غاديش تصدق لكم. هادو غير بالنسبه للمبتدئات، ديما نجربوها وجربوا داك العظم داك الحبه، جربوها بالطفر ديالكم الا شفتوها رطبه هي اللي تصلح لكم وغتصدق لكم فيها ديك الذره. كتحاولوا تفركوها بحال هكا، انا كنستعمل فيها الموس باش نسربي لان صعيب شويه ديروها بوحده بوحده. هنايا كنحاولوا نجمعوها، غادي نصورها. انا هنا درت الماء باش يغلى ليا وكنديروا شي كسكاس وكنديرها بكميه وكنخليها تفور مزيان. وكتجربوها مره كتضغطوا عليها بالاصابع ديالكم حتى تحسوا بها بان تخليها طياب. المره الاولى رشيتها بواحد النسبه ديال الملحه وخلصتها مزيان ورديتها تفور. من بعد كتاخذوا العلب ديالكم اللي غديروا فيهم القراعي يكونوا ديال الزاج وكيتسدوا لكم مزيان. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما فورتها راه جات تقريبا راه طايبه، كما كتشوفوا راه طايبه. داكشي علاش وصيتكم وبالنسبه للمبتدئات خذوا داك الذره اللي كتكون رطبه قبل ما تطيب، تكون رطبه هي ديجا في سميتو في مي كتشريوها. هنا كنزيدوا الملحه لان هي اللي غادي تحافظ لينا على الذره. وكنديروا الماء يكون غليان، الماء يكون طالع مزيان طايب مزيان، والعلب لي بواط ديالكم يكونوا معقمين حتى هما باش ما يفسدش لكم. هنا واحد المعلقه ديال الخل. هنا الاخوات ما توفرش عندي عرقصوص، الا ما بغيتيش ديري شويه السكر ديروا غير داك العويه ديال العرقصوص. وكنحاولوا نغطيو الذره ديالنا بحال جميع الاشكال ديال المصبرات، الطريقه باش كنصبروا جميع انواع ديال الخضار ديال الحبوب. هنا كنغطيوه بالماء اللي ذكرت لكم الاخوات يكون غليان، والملحه ومعلقه الخل، وكنغطيوه وغتستعملوه في اي وقت. مجرد تاخذوه ولا بغيتوا تنقصوا ليه الملحه شلوه من الملحه، هذا بدون مواد حافظه.